تراك من هذا الخطر الذي خطر في باريس والحادي عشر حلول الباريسي قد يتكرر في أي عاصمة. وعلى هذا الأساس أعتقد أن ضغوط الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على هولندا، وأيضا الضغوط الداخلية الفرنسية، حيث أن هولندا كان يعاني قبل هذه الحادثة من عدم الثقة.
تريد تكرم أجدادي وأرضي كنت أسرحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أطفو على أحد ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي حضاري حضاري من شمعي ومن غضبي فأنا عربي ترين التوتيت معي المستوية حلوة ايه